أكيد كنت ضيفة خفيفة الظل علينا، وأنت دائما الجميلة الراقية اللي يعني لساني يعجز عن وصف ست آسيا كمال، وأكيد أنا من معجبيك. نعم، وإحنا أكيد تشرفنا بحضورك يمنا. طيب ست آسيا، اليوم نورتينا ونورتي قناة الديار، كل عام وأنت بألف خير. حبيبتي شكرا لاستضافتكم، وتحياتي لكل كادر العمل وكل الجنود المجهولة الخلف الكواليس والكاميرات والمخرج والحضراتكم، وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة.